اللي هو الهيد، الاول بعد الاي والبيك والكومب والواتن، ونشوف اللي هو الاكسترنال فيزر، في اللي هو برضو الانفرا اوربيتال ساينس، نشوفها وارمه ولا لا، دي كانت طبيعيه ولا لا. بعد كده نشوف الفيزر اللي هو الفيزر والوينج. تيجي تاني؟ لا سيكو، احنا بنمشينا جزء جزء عشان ما تبقاش متلخبطين. النيك ايه اللي ممكن نشوفه فيه؟ النيك ممكن الجروب، الجروب من بره اللي ممكن نشوفه فيه من بره لو كانت مليانه. بعد كده نشوف اللي هو الفيزر بقى، فيزر والوينج بنشوفه طبيعي. مش الوينج، الوينج بنضحك فيه ايه؟ الوينج جوينت؟ الوينج جوينت الوينج جوينت ايوه ده الوينج ويب. الوينج ويب ده مهم ايه؟ الوينج ويب جلد ايوه الجلد دي ايوه هي دي بنضحك فيها ايه؟ دي حاجه مهمه ايه؟ تحسين البوكس، البوكس فاير. في حاجة اسمها بعد التحصين، لو كان التحصين ده افكتف ان هو بقى فيه افكت يعني حصل فعلا فاكسينيشن، في حاجة بنشوفها اسمها البوست فاكسينال فيز. بوست فاكسينال فيز ده بيبقى زي ريدنس، ريدنس في المكان المكان الريش نفسه، لا جمالية الريش نفسه، مكان الريش ده في الفيزا كوليكل، يعني بيبقى فيه ريدنس وسويلينج، ده معناه ان في حصل بكتيريا. ده تطعيم ولا ايه؟ ده تطعيم بعد البحث ب 17 سنين. يبقى موجود السويلنج ولا ده؟ انا بقول مثلا ده مهم في ايه يعني؟ بنشوف ايه تاني غير كده يعني؟ في بقى اللي هو الجوينت والشق. جوينت؟ روب جوينت؟ روب جوينت، ونشوف برضه السوفتنس بتاعت البون. السوفتنس. ماشي، اوكي. ايه تاني؟ كلمة اكثرها. او بنصور عشان نشوف ان في كالسيوم ديفيشنسي او لا، بتعمل صوت. احنا بنفتح ازاي؟ بنفتح كده المفروض انت بتجيب صباعينك الاثنين كده وفي النص، لا مش كده، تحت العظمه، تحت العظمه كده، هي العظمه اللي وشك كده. كده ايوه، تفتح صباعينك دول تحتيها الاثنين تحتيها، تحت الشنك نفسه، وبايدك اللي في النص تروح ضاغط في النص. ايوه كده، انا معاك صوت يبقى مفيش، لكن لو كان معاك رابري كده وزي زي جرين ستيك يبقى في الحالات الصغيره يبقى في ايه ريك، لكن في الحالات الكبار يبقى في اسمه ايه؟ بنشوف ايه تاني في الريك؟ ايه تاني في الصوت يعني؟ ريك ريك اللي هو اسمه الشنك ذات نفسها، سكيل سكيل ده عشان نشوف هي اصلا المفروض نورمال، دي نورمال ولا نورمال؟ اوكي نورمال نورمال. الاب نورمال هيبقى فيه، الاب نورمال هيبقى ايه في السكيل دي؟ هتبقى ايه؟ طالع من اوفنس بوردر، في تحتيها في ديرتي ماتيريال، ريد مايت انفكشن، بنسميه في الحاله دي اسمها ايه؟ السكيل دي. اوكي في من جوينت بنشوف برضو في ليه نورمال كل جوينت ارترايتس ودي الناس بتقول، بنشوف اذا كان في فود في هيبين انت اصلا هتلاقيها منفوخه كده، مش لازم هتشوف الغصن بس هتشوفها انها طول طول. ايوه وكمان بيبان اكتر لو كان يوني لاسترا، هتفتحها هتلاقي جوه الساينوفيا فلويد اب نورمال. الفود بيب ايه المرض دي بقى؟ حاجه في الفيشوينت بتاعتي، ايه عملت الامراض دي بتاعتي؟ الناكو بلازم، ايه كل الابديشن اللي فيه؟ ممكن مثلا نلاقي سويلنج، في حاجه مميزه في الفود بيب زي الابسس. ايوه
الستافيلوكوك اللي هي اسمها بلبي ضيق ما فيش حاجة. انت حتى هتدوس عليها بتلاقيها.